يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر وفي أوقات الكراهة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. إذا دخل المسجد في وقت من أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، بعد العصر وبعد الفجر وعند قيام الشمس في كبد السماء، هذا وعند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النوافل فيها. فمن العلماء من أخذ بهذا النهي ومنع من الصلاة صلاة النافلة تحية المسجد، منع من تحية المسجد إذا دخل في وقت النهي. ومن العلماء من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعضهم أخذ بعموم الأمر وبعضهم أخذ بعموم النهي، وهذا من تعارض العمومين عند الأصوليين. فالمسألة محل خلاف، فلا ينكر على من صلى تحية المسجد في وقت النهي، ولا ينكر على من جلس، لأن كلا منهما له وجهة نظر. نعم.